عرض ينضم إلينا موفد العربية هاني صفيان. هاني مرحبا بك معنا. الجديد أولا في التطورات الميدانية. استمرار المعارك هنا في مديرية حرض بعد سيطرة الجيش اليمني بدعم من التحالف على الطريق الدولي الذي يربط من حجة إلى محافظة صعدة مرورا بحرض وكذلك مرورا بالملاحيض في صعدة وينتهي إلى جبهة أو إلى جبل مران. طبعا سيطرة الجيش اليمني على هذا الموقع يعتبر موقع الذي يعتبر خط استراتيجي وكان خط إمداد للميليشيات الحوثية تنقل فيها العتاد وأيضا المؤن إلى عناصرهم على جبهات مديرية حرض. الآن المعارك هي قبالة جبال الهيجة في مديرية حرض وكذلك قبالة جبال المزرق في محافظة صعدة، وهي ما يخوض فيها الآن الجيش اليمني إضافة إلى الجبهات الأخرى مثل قبالة عزلة بني حسن أولى قرى مديرية عبس في محافظة حجة، وأيضا مساندة من طيران التحالف الذي لم يهدأ ونفذ أكثر من 21 غارة جوية استهدف فيها ودمر فيها مواقع للميليشيات الحوثية. كانت الأهداف هي عبارة عن مركبات وتعزيزات للميليشيات الحوثية وكذلك متاريس وخنادق لهم في قمم الجبال، وتحديدا هذه الغارات كانت في محافظة حجة وكذلك صعدة. بالنسبة لهذه النقطة السيطرة على هذا الطريق، ما هي أهميته؟ الطريق الرابط بين محافظة حجة وصعدة، خاصة أنه هو الطريق الذي يتجه إلى مران معقل الحوثيين. طبعا هو في بداية الأمر لو نتحدث إنسانيا سيسهل الأمر على التحالف وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين في المناطق التي أو التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. مثلا هذا المنزل في قرية بني الحداد هنا في مديرية حرض، كانت العائلة في هذه المنطقة وكانت القرية في هذه المنطقة قد نزحت إلى باتجاه المناطق الآمنة التي يسيطر عليها الشرعية بعيدا عن بطش الميليشيات الحوثية وانتهاكاتهم. الآن أصبحت المنطقة هذه آمنة، بإمكان المواطنين اليمنيين النازحين القدوم والعودة إلى منازلهم بكل أمن. طبعا نتحدث عن 7 كيلومترات أمامية هي المناطق التي يتقدم فيها الجيش اليمني بعدما أمن المناطق الخلفية، خاصة أمنها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية وكذلك أمنها من القناصة الذين كانوا يتمركزون على قمم الجبال والتباب في هذه المنطقة. ما هي طبيعة التحركات العسكرية أيضا انطلاقا من مديرية حرض التي تم السيطرة عليها أيضا هاني؟ طبعا هناك عمليات كر وفر من قبل الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية الآن بعد سلسلة الخسائر التي تكبدتها خاصة هنا في مديرية حرض وبعد سيطرة الجيش اليمني على الطريق الدولي، وسبق ذلك أيضا السيطرة على وادي وفج حرض والذين يعتبران هذا الطريق وأيضا الوادي مواقع استراتيجية للميليشيات الحوثية. هناك محاولة من الميليشيات الحوثية البحث عن انتصار معنوي، البحث عن انتصار وتعزيز لعناصرهم في الجبهات الذين لا يعلمون عنهم شيئا، خاصة بعد التفاف الجيش اليمني وبدعم من التحالف على بعض المواقع للميليشيات الحوثية وقطع خطوط الإمداد بين عناصر الميليشيات وبين المراكز وغرفة العمليات التابعة لهم في الداخل من حجة في المناطق التي تخضع تحت سيطرتهم، إضافة إلى المناطق التي كانت تعزز فيها الميليشيات والقادمة من صعدة وأيضا بكيل المير والمستبى، وهي محافظات تقع أو مديريات تقع في محافظة حجة. شكرا جزيلا لك من مديرية حرض موفد العربية هاني صفيان. هذا وقد دعا وزير الإعلام معمر الأرياني